أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
Oh,
هو الملك، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. والله الذي لا إله إلا هو الملك، هو الملك، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أيها كلا إذا بلغت التراقي. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من كلا إذا بلغت التراقي. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق.
من را كلا إذا بلغت التراقي كلا كلا إذا بلغت التراقي كلا الساق بالساق والتفت الساق بالساق كلا إذا بلغت التراقي كلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى
ألم يك نطفة من مني يمنى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك أليس ذلك بقادر على بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
كما شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم أكرمنا بكرامة القرآن
زينا بزينة القرآن، انفعنا وارفعنا بالقرآن، داونا بالقرآن، خلقنا بالقرآن، جملنا بالقرآن، اشفنا بالقرآن، ارحمنا بالقرآن، احفظنا بالقرآن، احفظ أولادنا وبناتنا بالقرآن، احفظ آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا بالقرآن، احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين بالقرآن. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى الصحابة والتابعين وإلى جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح فقيدنا. اللهم اغفر له وارحمه، عافي يا رب واعف عنه، اكرم يا رب نزله، وسع يا رب مدخله، اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم شفع فيه الصلاة، شفع فيه الصيام، شفع فيه الزكاة، شفع فيه القرآن، شفع فيه سيد الأنام. اجعل ليلة أمس من أسعد ليالي، واجعل هذه الليلة من أسعد ليالي، إلقي على قبره الضياء والنور والفسعة والسرور، حتى يكون في بطن اللحد مطمئنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ولا تكن لهما أفوا ولا ترهرهما، وقل لهما قولا كريما، واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا السادة يا المستمع الكريم، عشنا مع روح كريمة عطرة صعدت إلى رب السماوات والأرض، عشنا مع قاري جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والمقيم بمركز ومدينة دمنهور، ألا هو صاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الفارق الشيخ نبيل الرويني
المقيم بهذه البلد العامرة وتلا على مسامع حضراتنا وكذلك فضيلة قاري جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي الشيخ منصور عبد المعطي فيس المقيم بهذه البلد العامرة وكل مسامع مكسرات الصوت العربية ومحطات الديزل ومحلات الفراشة كبرى ترتبت من مخازن ومحلات المتوكلين على الله اولاد المرحوم الحاج رمضان عبد الله المقيمين بقرية الكفراوي التابعة للسفاسير المركز ومدينة دمنهور وكل من جاءنا من شركة السفر لج العزاء لعائلات الحصاوي فكان منكم سعيا وجزاء مشكورا من هذا المكان والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.